طيب حضرتك طلبت مني انه في البدايه كده برغم انه الحدث بكره لديك ما تريد ان تشاركنا فيه، صح؟ تمام يا فندم. بكره 9 مارس يوافق ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس اركان حرب القوات المسلحه الاسبق يوم 9 مارس عام 1969 على الجبهه. واتذكر في ذلك اليوم البعيد القريب بالنسبه الينا، كنا في جامعة محاضرة صباح، كان صباحا، ووصل لنا الخبر في قاعة المحاضرات إن الفريق عبد المنعم رياض استشهد على الجبهة. ف الصمت كان هو عنوان كلنا سكتنا وقعدنا لمدة دقيقة مفيش حد بيتكلم خالص. احنا كنا عارفين ان احنا بعد ما نتخرج من الجامعه هنروح الجيش وهنحارب لاسترداد سيناء، لكن ان الفريق عبد المنعم رياض سنه 69 يضحي بروحه ومع العساكر والضباط في الخنادق على الجبهه، فعلا زادنا تصميما على الحرب. وهو ان انا هذا تاريخ دايما بنتذكره لان هو حضرتك بيرمز الى العسكريه المصريه وانبل ما في العسكريه المصريه. واحب اقول في هذا الاطار ان العسكريه المصريه دائما بتمثل انبل ما في مصر، لان الجيش المصري هو جيش شعب مصر، ولا نستطيع ان نفصل الشعب عن الجيش ولا الجيش عن الشعب. فأنا بس حبيت بعد إذن حضرتك إن أنا أتوقف احتراما وتقديرا وإعزازا واعتزازا بالفريق عبد المنعم رياض لكل ما يمثله للجيش المصري ولتصميم الشعب المصري على تحرير سيناء بعد هزيمة يونيو 67. بشكرك. تنشيط الذاكرة أمر واجب، وأنا بدوري بكرة يعني هتلاقي المقدمة إن شاء الله. شكرا. فيها الكثير حول شكرا. يعني شكرا. اللحظة دي كلها بكل ما حملته.